الميزه اللي تميز بها يعني لاكاليتي لاكاليتي تاع تاع المنتوج هذا اللي شفتو اليوم واللي على حسب المعلومات اللي تلقيتها من الفلاحين ان هذا العام عرف يعني المنتوج كان كبير لان الظروف المناخيه كانت مواتيه على هذا العام. وهذا النوع من النشاطات والمهرجانات الى نظمناها من اجل اولا تشجيع هذا المنتوج الفلاحي في بلديه العريشه. اول مره منطقه العريشه سينا كارز يعني نجح 100%، ها هو الدليل تاعه. كارز العنب كل شيء يجي، يعني حنايا واش انا نديرو، احنا رانينا نتعبوا بصح رانا شحال من نتعبوا فايده مليحه وخرج اول انتاج. هذا هو واللي هذا هو اللي كنا نحوسوا ليه. واحد من العريشه تلقاه ينتج حب الملوك، هذه حاجه مبادره جميله وهذا تحدي كبير. ومن هذا المنبر نطلب السلطات الواقفه على الفلاحه ان تكون اعانه لهذا الناس حتى يزيدوا تشجعهم ويكونوا في المستوى المطلوب.